السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم وتكونوا بخير وصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في القناه مطبخ سميره. اليوم غندير لكم البنات واحد الحلوه اللي سهله جدا، اقتصاديه، ولكن راه المذاق اكثر من رائع. مواد بسيطه وكتوجد بسرعه، ولكن كتجي زوينه بزاف. كتجي يعني كنسقيوها بواحد السيرو اللي كتجي بحال البسبوسه، يعني حلوه ولكن في المذاق ديال البسبوسه. كتجر اكثر من رائع البنات، كتجي هشيش ومعلكه لداخل وبسيطه، ولكن كتجي يعني واحد القوام ما نقولكمش. يعني اللي غادي ياكلها عندكم غادي يسولكم على المقادير. قوم معايا وشوفوا مقادير الطريقه ديال التحضير اللي بساط جدا. وكنشكركم بزاف وجزاكم الله عنا خير وفرجه ممتعه. بسم الله، غادي نبدا على بركه الله. بالنسبه للمقادير عندي هنايا 230 غرام ديال السميد او الفينو، السميد الرقيق او السميد الناعم، ما يعادل كاس جوج كيسان واحد الا ربع، 230 غرام. عندي هنايا 150 غرام ديال الدقيق الابيض او دقيق الفرس، 150 ما يعادل واحد كاس العلبه عامر كما تشوفوا مزيان. عندي هنايا 150 غرام ديال الياغورت الطبيعي او الزبادي، كل واحد كي كيسميه، كاس الا ربع 150، هاد العلبه اللي درت انايا. الا درت عندكم علبه صغيره فيها 130 او 110 تقدروا تستعملوها. عندي هنايا 130 غرام ديال الزبده مذوبه، ما يعادل كاس الا ربع، تقدر ديروا اي زبده، انا كنفضل دائما كما كتعرفوا زبده حيوانيه. عندي واحد البيضه بحاره الغرفه، خمسه ديال الملح، واحد معلقه صغيره هكذا ديال الخميره ديال الحلوى او بيكن باودر، ما يعادل واحد 6 5 حتى 6 غرام. عندي واحد معلقه ديال البشور ديال البرتقال اللي حكيته هكا. صافي، دابا غندوز للطريقه. كما شفتوا المقادير بسيطه والطريقه حتى هي. السميد عندي هنا كما قلت لكم 230 غرام، ولكن غندير على حساب الخليط، على حساب البيض واش صغير غندير ونشوف شحال غادي يهز لي. غندير هاد البيض. صافي، كندير هاد البيضه، غنزيد مع هاد الزبده. كما الا لاحظتوا ما فيهش السكر هاد الحلوه، لان كنسقيوها بهذاك السيرو ديال السكر او الشربات، يعني ما كنحتاجوش السكر. صافي، كنخلطهم هكا مزيان. غنزيد قبصه ديال الملح، غنزيد هاد بشور ديال البرتقال. الا بغيتوش ديروه تقدر تعوضوه بشور الحامض او ديروا الفاني، كيبقى لكم الاختيار. غنزيد هاد الياغوت، غادي نخلطهم مزيان حتى تنسجم كلشي هاد العناصر. كما قلت لكم يعني عفوا نسبقوا يعني بالسميد ماشي بالدقيق، كندير السميد باش كيتشربنا مزيان هذاك الياغوت وهذاك الزبده. الدقيق يعني كاس كما قلت لكم 150 غرام، ولكن كيبقى على حساب الخليط، يقدر يهزنا قليل على حساب السميد واش كيتشرب وما كيتشربش، وعلى حساب البيض واش كبيره ولا صغيره. غنزيد هاد خميره ديال الحلوى او بيكن باودر، كنخلطو هاد السميد كيما شفتو هو راه كيشرب مزيان، عاد كنبقاو نزيدو الدقيق كنجمعو به. طريقة سهلة يعني بسيطة، ولكن كتجي الحلوة اللي رائعة، يعني غادي تبهرو بالنتيجة ديالها. كتجي في مذاق ديال البسبوسة اللي يعني رائعة. دابا غنبقى نزيد الدقيق شوية بشوية اللي مسبق لي وغربلتو. صافي، دابا نبقى ندير شويه بشويه كما قلت لكم، كنجمع العجينه حتى كتجمع معايا العجينه بحال الحلوه عاديه، يعني ماشي شي حاجه. بالنسبه للمبتدئين دائما كديروا الدقيق شويه بشويه باش ما تجيكمش حلوه قاصحه وناشفه. كنحاولوا بحال اللي كندخلوا هذاك الدقيق مع هذاك السميد، ينسجموا كلشي هذوك المكونات. صافي، ملي جمعت العجينه كتولي يعني كتكون رطبه، ولكن في نفس الوقت ما كتلصقش في اليدين.
انا خدت لي يعني بقى لي واحد ربع ديال الكاس ديال الدقيق، يعني ما يعادل واحد هزتني واحد 100 تقريبا 120 غرام ديال الدقيق، بقى 30 غرام. صافي دابا غادي نشكلوها، شكلوها ككويرات بحال المغربيه يعني عادي، كنكوروها هكذا وكنديروها في السنيه ديال الفران اللي درتو، يعني درتي ورق ديال الزبده ولا كدهنوها بالزيت او بالزبده اللي كاين. طريقه سهله والحجم كديروا نتوما اللي بغيتو، واش ديروهم صغار ولا كبار كيبقى لكم يعني نتوما الاختيار. انا غنديرهم هكا متوسطين، طريقه سهله ودغيا كيوجدوا، كيجيو اكثر من رائعين، كيجيو هكا مسقين بحال بسبوسه وكيجيو رائعين، كيجيو راقيين واخا يعني المقادير ديالهم بسيطه. الفران يعني شعلتو يسخن على 180 درجه، غير كتبداو يعني كتشكلو كديرو الفران يسخن باش ملي كتكملو كطيبوه كتربحو الوقت، يعني ما بقاش تستناو عاد الفران يسخن. ملي كنديروهم كيطيبو كنوجدو السيرو اللي باش غادي نسقيوهم. صافي ملي شكلت كلشي الحلوه ديالي غنديرها طيب الفران اللي سخنته على 180 درجه تحت والفوق، ملي غادي طيب غادي نرجع معكم. دابا ملي درت الحلوه ديال الطيب غندير دابا غنوجد السيرو غنديرو يطيب. عندي هنا واحد الكاس اللي عامر ديال السكر، السكر حبوبات 200 غرام ديال السكر، وعندي واحد الكاس ديال العصير ديال البرتقال انا زدت فيه شويه ديال الماء. عصير البرتقال اللي كتعصروه يعني طازج، تقدروا ما بغيتوش ديروا العصير ديال البرتقال كديروا الماء، يعني كيبقى لكم الاختيار. وعندي هنا شويه قشور ديال البرتقال، الا درتو ما درتوش عصير ديال البرتقال درتو غير الماء ديروا معاه شويه واحد نصف عصير ديال الحامضه. صافي كندير هذا السكر مع هذا العصير ديال البرتقال، صافي غادي نخلطهم مزيان وغنديرهم يطيبوا عندنا واحد المده ديال 5 دقائق. صافي كنطفي عليهم وكنخلي على جنب حتى كطيب الحلوه ديالي. صافي الحلوه ديالي ملي كطيب كنخرجوهم من الفران، يعني كتحمر هكذا لتحت والفوق شويه، يعني ما كتحمرش بزاف لان ما فيهاش السكر. صافي كنجيب هاد السيرو اللي كنخليو كيتبخي واحد 3 حتى 5 دقائق. غادي نحيد دابا هاد القشور ديال البرتقال، كما قلت لكم اللي مبغاش يدير عصير ديال البرتقال يقدر يدير الماء كيجي رائع، كيجي معسل. صافي دابا كنسقيو به هاد الحلوه ديالنا وكنخليوها تشرب مزيان، كتولي بحال البسبوسه كتجي كتر من رائعه البنات، واخا بسيطه هكذا ولكن راه في المذاق زوينه بزاف. طبعا ملي كتسقيوها كتخليو في هاد السيرو، تقدري تخليو حتى ليله كامله شحال ما شربت هذاك السيرو كتجي زوينه. خصك تخرجوها من الفران كديروها في واحد الموني كيكون هكذا وكت يعني ما تخليوهاش حتى تبرد، حتى الا خليتو حتى تبرد كتسخنوا هذا السيرو، يعني اي واحد الحاجه خصها تكون بارده وحتى تكون سخونه باش كيتشرب لنا مزيان هذاك السيرو. صافي غادي نخليها حتى تشرب مزيان وغادي نجمع. هيا البنات الحلوه ديالي ملي كملتها زينت هكا بشويه ديال الكوك، تقدروا نتوما تزينوا باي حاجه عندكم، اي مكسرات بالفستق باللوز بالكاوكاو تخليوها غير هكذاك كيبقى لكم الاختيار، يعني التزيين دائما كيبقى اختياري، كتجي رائعة البنات. يعني مش حما هاد الحلوة بقات كتشرب هداك السيرو كتجي زوينة بزاف، كتولي فتية وكتجي زوينة بزاف وشيشة، وكتولي يعني كتدخل فيها داك السيرو كتولي يعني واحد القوام لي رائع، يعني بحال لي كناكلو بسبوسة ولكن هي حلوة كتجي زوينة بزاف. كيما شتو راه ساهلة وبسيطة ولكن المذاق ديالها راه كيجي أكثر من رائع. غادي نقسم لكم وحدة تشوفوها، أنا دابا يعني زربت عليها خصها عاد تشرب، إلا ملي كتبات عاد كتكون عاد حسن، كما شوفوا كتجي هشيشة بزاف، كي كتجي البنات كتجي هشيشة وزوينة ومعلكة بزاف بهداك السيرو، خاصة من درناها كنديروه بالعصير ديال البرتقال كيجي أكثر من رائع. نتمنى تجربوها وتعجب لكم، وأنا متأكدة غادي تعجب لكم، وما تبخلوش عليا بالتعليق واللايك باش يطلع الفيديو. وكنشكركم بزاف على المشاهدة وجزاكم الله عنا خيرا، حتى الفيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.